نشوف كده على يعني أرض الفيروز والمكان اللي كله يعني كل شبر فيه بيحصل فيه دم شهداء أبرار، وكلنا عارفين يعني الدم الغالي بتاعنا اللي قدموا أرواحهم علشان كلنا نعيش بكرامة وبعزة ونحافظ على بلدنا وتبقى رأسنا مرفوعة يعني، ونبقى عايشين بأمن وأمان. المكان اللي الدولة الحقيقة ادته كل اهتمام، يعني خصوصا سيناء ادتها اهتمام كبير جدا علشان الدم الغالي اللي راح فيها لازم يبقى قدامه تعمير طول الوقت، علشان نقدر نقول الأرواح اللي راحت انتوا قدمتم الغالي، واحنا كمان بنعمر علشان نقدر نعمر بلدنا زي انتوا ما كنتوا عايزين تحافظوا عليها طول الوقت. خلينا كده نروح مع حضراتكم ونكمل كلامنا مع المهندس عمرو عبد الهادي المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير، ونطمن أكتر على مشروعاتنا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. دكتور عمرو، يعني خلينا نعرف انه تعمير سيناء طول الوقت الدوله الحقيقه كانت يعني حرص شديد عليه على تنفيذ المشروعات الخدميه اللي بتقدم لمواطني سيناء، والخطه كمان الخاصه بتاعه التنميه اللي بتمتد على مدار 5 سنوات وتضمنت الحقيقه العديد من المشروعات المختلفه. فحضرتك كده اطلعنا على ما يتم على الارض. حضرتك فندم، من 2014 لغايه دلوقتي في عصر قياده الرئيس السيسي لمصر تم تنفيذ العديد من المشروعات، ابتدت باستعاده الناحيه الامنيه والقضاء على الارهاب بالقوات المسلحه والشرطه. بعد كده ابتدت محاور استراتيجيه تنميه داخل ارض سيناء، ابتدت من خلال ربط شمال وجنوب سيناء ووسط سيناء بالدلتا والوادي من خلال محاور طرق وكباري وأرفاق، من أهمها ازدواج قناة السويس والأنفاق تحيا مصر بمحافظة الإسماعيلية وأنفاق 3 يوليو بمحافظة بورسعيد وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس لربط سيناء في الدلتا، مجموعة كباري عائمة شمال وجنوب ووسط قناة السويس، بالإضافة لمجموعة من الطرق الرئيسية داخل سيناء لربط شمال وجنوب سيناء في الدلتا، من أهمها طريق النفق ربط النقب بطول حوالي 230 كيلومتر وطريق النفق شرم الشيخ، ومن الطرق الرئيسية برضو تطوير طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ حتى السرابيوم، بالإضافة ل اسمح لي هنا برضو في سؤال، وحضرتك بتشرح لنا يمكن الصورة كمان بتنقل لنا عدد من المشروعات المنورة، يعني في بنية تحتية، صحة، طرق، زي ما حضرتك قلت في رقم كمان الحقيقة أنه التنمية في سنة 2023-2024 تنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 5 مليارات، ودي هل هي يعني كلمني مستحوذة على ايه؟ هل قطاع الزراعة، استصلاح الأراضي؟ يعني خلينا نعرف برضو يعني النسب كلها يعني راحت فين تقريبا. يعني وحضرتك متوزعة على جميع اتجاهات التنمية داخل شمال سيناء. سيادتك بالنسبة سواء في اتجاه الزراعة او في تمام التنمية العمرانية، في عندنا مدن جديدة بتنشأ من أهمها رفح الجديدة، في عندنا إعادة إعمار للمناطق اللي تأثرت تأثرا شديدا بعودة الاستقرار ودحر الإرهاب سواء في الشيخ زويد أو العريش. سيادتك في مجموعة من المدن الجديدة أو من البيوت البدوية الجديدة اللي بتنشأ على الطراز والطابع
السيناوي ل طبعا يعني دي من اكتر الحاجات دكتور عمرو الحقيقه انا يعني توقفت عندها، لانه برضو طبيعه العريش وشمال سيناء فيها قبائل مصريه بدويه ليها طبيعه خاصه، فكل ما احنا اعتنينا بالهويه بتاعتهم لانه هم كمان يعني هم جزء من نسيج مصر الجميل، والتقينا بيهم الحقيقه في العريش، فاعتقد برضو هم جزء من التنميه وايضا المشروعات الجميله اللي انا شايفاها على الشاشه. اتفضل يا فندم. وهم عامل مهم جدا في التنميه طبعا. يعني حضرتك معظم المشروعات اللي مطروحه لتنميه شمال سيناء اللي هيقوم بيها شركات فيها عماله معظمها من شمال سيناء، الشركات دي اصحابها من اهالي سيناء، فبالتالي عائد التنميه والاستثمارات اللي بتضخها الدوله هتعود بشكل مباشر على اهالينا في شمال سيناء وترفع حالتهم الماديه والمعيشيه في المحافظه. طبعا كلها استثمارات كمان وطنيه. دكتور عمرو الحقيقه سؤالي الاخير لحضرتك، يعني انا شايفه كم المشروعات والصوره على الشاشه بتنقلها، ولكن سؤالي ان انتوا كمان استخدمتم مش بس تنميه، لكن في تنميه وايضا تحديث، يعني ان احنا نهتم بالتحديث وانه نستخدم كل الوسائل التكنولوجيه الحديثه في المشروعات، فكلمني عن ده ايضا. وحضرتك يعني سواء نبتدي من اول البنيه الاساسيه اللي بتتم او المرافق اللي بتتطور او كده، يعني مثلا تطوير ميناء العريش دي مش مجرد ان احنا بنعمل امتداد فيها، لا بتتطور جذريا، بتتطور المناطق المؤديه ليها، بتتطور الطرق الموصله ليها، بنطور معيشه الاهالي اللي حواليها سواء المنازل القايلة للسقوط او المنازل اللي يعني غير ادميه، بتتطور وبنبني لهم سواء عمارات او بيوت بدويه جديده ليهم. نقيس على كده كل حاجه بتتم، مشروعات تطوير البنيه الاساسيه داخل شمال سيناء بالكامل كلها باحدث اساليب التقنيات الحديثه والاستدامه على الفترة الطويلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مهندس عمرو عبد الله المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير، بشكرك شكرا جزيلا.